نعم، تحية لك أستاذ أحمد والكادر البرنامج ومشاهدي قناة التغيير. بصراحة بايدن يخضع لإرادة الكونغرس الأمريكي، الكونغرس الأمريكي خصوصا أن هذا الشخص مايكل ماكول هو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، وهو يمثل تثبيت السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. عندما يبعث هذا الشخص يعني برسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، فهذا معناه أن الكونغرس لديه أيضا السلطة، سلطة تشريعية، وأنه من الممكن أن يعرقل كثير من قضايا البيت الأبيض داخل الكونغرس الأمريكي. لذلك بايدن ليس محبة بإيجاد فرص في العراق أو أنه يريد برغبة منه في ذلك، ولكنه سيضطر إلى التعاطي مع هذه الرسائل، خصوصا أن التطورات في الداخل العراقي متسارعة جدا وتصل إلى مرحلة الساعات. إذا لم تحاول الإدارة الأمريكية فعل شيء يواكب هذه التطورات المتسارعة في الداخل العراقي، فإن الكونغرس الأمريكي بالتأكيد سيلوم كثيرا البيت الأبيض لتأخره في التعاطي مع هذا الواقع. كذلك هناك، يعني إذا تسمح لي، أن الكونغرس الأمريكي مثلما لام كثيرا إدارة البيت الأبيض العام الماضي في طريقة الانسحاب من أفغانستان، الإدارة لم تتعاطى بشكل جيد ومتوازي مع هذا الانسحاب، وكان انسحابا مذلا. لذلك الكونغرس، خصوصا أن نسبة التقارب بين الديمقراطيين والجمهوريين، ونحن مقبلون بعد تقريبا شهرين على انتخابات مهمة وحاسمة في الداخل الأمريكي، لذلك يحاول الكونغرس الأمريكي التصيد لإدارة الرئيس جو بايدن ولدفع مقاعد أغلب للجمهوريين من خلال الانتخابات القادمة للسيطرة على الأقل على الكونغرس، فستبقى الرئاسة بيد الديمقراطيين وبيد إدارة بايدن، ولكن الكونغرس سيسيطر عليه الجمهوريون من خلال أخطاء الإدارة الأمريكية. كل ما يعنينا هنا هو أن الجمهوريون يحاولون العودة بقوة عن طريق بوابات السياسة الخارجية الأمريكية إلى المشهد السياسي الدولي في الكونغرس الأمريكي من خلال الجمهوريين. لذلك اليوم نحن على أعتاب أما تدخل مباشر قبل الإدارة الأمريكية في تهيئة الواقع السياسي العراقي والبحث عن مخارج لهذه الأزمات، لسبب جدا بسيط، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من جاءت بهذا النظام السياسي الفاشل، وهي كان لديها اليد الطولة من خلال مستشاريها وخصوصا بول برايمر في إرساء قواعد هذه العملية السياسية. لذلك أعتقد الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية وجميع مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بشكل أو بآخر بالوضع السياسي في العراق، ناهيك عن محاولات جدية بتخفيض أسعار الطاقة من خلال عودة العراق واستقرار الأمن في العراق، وأيضا الاتفاق النووي الذي سنأتي على ذكره بعد قليل لإعادة إيران إلى سوق الطاقة.